اسمي نور عرب، كاتبة أطفال وصاحبة ومؤسسة دار نور للنشر. عندي إصدارات قبل، بس هلا عندي إصدارات جديدة، يعني إصداراتي سلسلة سمسوم يحب عملتها بحلة جديدة من جديد، وعندي طبعا إصدارات للدار مختلفة لكاتبات مميزات من مختلف الجنسيات. وحاليا عندنا بالدار 28 إصدار للأطفال من وقت ما تأسست. بالنسبة لسلسلة سمسوم يحب، هي أول قبله يعني أول امبارح طلعت من المطبعة، فهلا هي أول ظهور لهم بهي الحلة بمهرجان الشارقة القرائي للطفل. والحلو بالمهرجان أنه دايما فرصة بتحمس كل الكتاب أنهم يعملوا شيء جديد له ويطلعوا بالمهرجان بإصداراتهم المميزة الجديدة. هلا على فكرة من ناحية الفئة المستهدفة الأعمار، أنا ما بحب صنف عمر، لأنه أنا قصصي بكتبهم باللغتين العربي والإنجليزي، فأحيانا كثير من العرب بكونوا حابين يتعلموا أو الأجانب حابين يتعلموا اللغة العربية، فبتكون بلاقوا اللغة مبسطة وسهل يتعلموا العربي من خلال القصص، لأنه ثنائية مكتوبين باللغتين العربي والإنجليش، والقصص مستلهمة من أطفالي وبتحاكي أمور يعني واقعية بطريقة سلسة وبسيطة وعفوية ومحببة للطفل. هلا هن لسمسوم، أنا حكيت قبل كمان هالأمور، كان صارت الناس تعرفها إنه سمسوم لنسبة يعني ابني أسامة، ونايا بتحكي عن مغامرات نايا بنتي الصغيرة. فهي الأمور يعني كانت مجرد ذكريات أنا حبيت إني سجلها بهالطريقة واحتفظ فيها من خلال القصص بدل الكاميرا، يعني يلي هي هلأ حالياً رائجة لحفظ الذكريات، أنا حبيت إني وثقها بقصص مصورة. تفاعل الناس هلأ أكيد، هلأ أي كاتب بحاجة لبيئة مشجعة وتخليه يستمر، لأنه أي شيء لازم يكون عندنا نحن هالإصرار لحتى نكفي فيه ونطور نفسنا، والبيئة أكيد بتلعب دور. ولما نشوف هاي الردود الإيجابية، الحمد لله يعني حصلت على كتير يعني من الدعم المعنوي من خلال ردود فعل الناس الحلوة، واللي حمستني إنه أرجع أكتب من جديد وأرجع تابع بهاي السلسلة اللي عملتها، وتابع إنه أكتب باللغتين لأنه الناس كتير حبوا هالشي إنه ينكتب بالعربي وبالإنجليزي، خاصة إنه هالأيام الأطفال عم بيميلوا أكثر ليقروا بالإنجليش، فكانت طريقة لحتى تقربوا من العربي أكثر.